هذا يسأل عن مسألتين. الأولى: هل للعمرة طواف وداع؟ نقول لا، ليس لها طواف وداع. طواف الوداع خاص بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج ألا ينفروا بعد الحج إلا أن يطوفوا بالبيت 7 أشواط، ولم يرد أنه أمر المعتمرين إنهم ما يخرجون إلا بالوداع، ما ورد هذا. هذا السؤال الأول. لكن من أراد يطوف عند السفر ما هو ممنوع. طيب، لكن نقول أنه واجب للعمرة طواف وداع؟ ليس واجبا. وهذا يسأل. والسؤال الثاني يسأل: هل يجوز جمع العصر مع الجمعة؟ لا، ليست الجمعة من جنس العصر فلا تجمع معها. ولم يرد عن السلف أنهم كانوا يجمعون العصر مع الجمعة، وإنما يجمعونها مع الظهر، مع صلاة الظهر. والجمعة ليست ظهرا، وإنما هي فرض مستقل، ليست ظهرا. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.